الرهن العقاري أو ما يسمى بالمورجج في بعض الدول الأوروبية هو قرض عقاري يمكن الفرد ليشتري منزلا ليكون ملك كضمان لهذا القرض. وفي حال عجز الفرد المقترض من السداد فإنه يحق من الجهة المقرضة تملك هذا العقار. الرهن العقاري يحتوي على ثلاثة أطراف في العملية التمويلية للعقار. الطرف الأول هو الراهن وهو المقترض، الطرف الثاني المرتهن وهو الممول لهذا العقار، الطرف الثالث وهو المرهون وهو العقار نفسه. الرهن العقاري بالكويت كان دارج بالسابق لكن تم إيقافه مع إصدار قانون 8/2008. وحسب تصريحات المسؤولين فإنه سوف يتم انتهاء من مشروع الرهن العقاري بحلته الجديدة بنهاية مارس 2018، بالإضافة إلى أن نظام الرهن العقاري مطبق في الدول الخليجية وبعض الدول الأجنبية مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من هذه الدول. وطبعا كنا نذكر الأزمة المالية العالمية سنة 2008، سبب هذه الأزمة هي قروض الرهن العقاري بالبنوك الأمريكية. البنوك كانت تعطي قروض بمبالغ طائلة جدا بشكل جنوني، والمقترضين تعثروا بالسداد، فكانت أزمة قروض الرهن العقاري هي شرارة انطلاقة الأزمة المالية العالمية.